أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والصلاة والسلام على نبيه القائل، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزا، وما توادع عهد لله إلا رفعه الله. فانطلاقا من هذين النصين، نشكر كل المساهمين في مشروع بناء مركز الهداية التي تم اختيار مقر لها في السنغال من قبل المحسنين ومحبي الداعية أم كلثوم جابرة، لثقل أعمالها وكثرتها من حفر الآباء وبناء المساجد والمدارس وبيوت للأرملة والأيتام وغيرها من المساعدات الإنسانية. فجزاهم الله عنها وعن الجمعية خير الجزاء، وأن يثقل موازين حسناتهم ويبارك في أعمارهم. ها نحن نعرض أمامكم فيديو من حيث تم وصول مرحلة البناء، ونتمنى حسن الخاتمة والقدرة على إكمال في أتم وجه. ورجاؤنا بعد الله فيكم كبير، لأن اليد أصبحت قلة، وأرقام الاتصال والحساب البنكي ستشاهدونها من فيديو إن شاء الله، ونرجو منكم حسن التفاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله عمر يحيى تمر السكرتيريا. إلى اللقاء القريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.